في معايا رئيس الوزراء بيوجه بالإسراع في استكمال منظومة الكارت الذكي. التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور العمرانية الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة وإصلاح الأراضي لاستعراض الموقف التنفيذي الخاص بمنظومة حصر ومكانة الحيازات الزراعية ودعم المزارعين في كارت الفلاح الذكي. ده مهم جدا لأن برضه هيبقى فيه توثيق للبيانات الحقيقية على الأرض.